السلام ومرحبا بكم، معايا انا رفيده وكالعاده العوايد ندير وصفه من الوصفات السريعه الغطيب. اليوم حندير معكم واحد الشكشوكه هكذا تري فاسيل تري ما تاخذوش تتصوروا. هاد من الوصفات اللي تجيني انا يعني غابيد، ما تقعدش نكسر راسي ونخمم. هاكو تشوفوا هنا في المقله تاعي درت زيت، ديروا الزيت شويه بزياده، درت زيت ودرت شويه زيت زيتونه باسكو انا نحبها بزيت زيتونه. نشعلوا النار تاعنا، ندير لها كويير تاع لا طوماط كونسونطري. اللي يحب تاني يدير الهريسه يدير زيت شويه مغرف، هذا مكان. وانا قبل ما يبدا يغلي الماء تاعنا بلوتو قبل ما يبدا يغلي الزيت ندير لها شويه ماء هكذا باش ما يتحركش تاعنا الزيت. ونبدا نقلي صا الطوماطيش تاعي نحرحرها شويه هكذا، حرحرو حرحرو ما تخافوش. شوفوا نجيب هنا عندي فلفل حلو وعندي الفلفل الحار وعندي هنا ثلاثة سنات ثوم، بصح شوفوا مانيش مرابي مقطعتهم برك، قطعوهم دير خيط راس ونهبطهم هنا. دوكا نخليهم يتقلاو، نغطيهم ونخليهم يتقلاو. ديرلهم ملح وفلفل كحل، واللي فيكم يدير هريسه باغ اكزومبل تاع الدار ولا يعسل الملح باسكو تكون مالحه اكيد. غير شويه هكا، عندي شويه فلفل كحل ونعاود نخليهم يزيدو يتقلاو لي شويه. نشوفوا دخلوا التيغاز وطاب وشرب كل شيء. شوف والبنة فادي الزيوتي هكذا، هذه هي البنة. دوك نجيبو العظمات تاعنا ونفقصوهم، نجي ندير هكذا فقصو نتوما واش راكو حابين، نقد تاع لو نومبر تاع لي بيغسون لي راهم معاكم هكذا. دوكا نشوفو خليهم يطيبو، أنا لي يحبهم مروبين يقوي النار باش طيب 5 وتقعد هي مروبة، لي يحبو قاع طايب يخليها بتيف. أنا حنزيد النار بس كنحب مروبين ونغلق. ها هي هكذا، ولا تحبو بلوس خليهم بلوس، تلقاو في طاولة التقديم. بون هاي وجدت شكشوكتنا كيما كنت تشوفو. كما هنايا زين بنينه صدقوني، تحبوا تخليوها هنا ولا تحبوا. شوفوا انا نحبها كي يعود العظمه تاعها مروبين هكذا، شاهدكم في الجنه ان شاء الله يا ربي، واتمنى نتمنى ديروه. اليوم سخانه بصح الحاله كتشوفوا فيه كيفاش راهو فريمون مغيم مغيم. الى اللقاء ان شاء الله يا ربي في وصفات اخرى، نتلقاكم في وصفات سريعه اكثر من هكذا. مع السلامه، بسم الله يا ربي.